بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. اليوم راح نتكلم عن موضوع خطير، أرجوكم التركيز عليه وأرجوكم أنكم أنتم تنشرونه. كثير من الشبهات اللي يطلقونها أعداء الإسلام على الإسلام أن الإسلام دين العبودية، دين السبي، جهاد النكاح، أنا بروح أجاهد عشان والله أمسك الحريم وسبايا وأروح والله أنام معاهم وأجدادنا كان ما عندهم هم إلا الحريم. هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا المجاهدين كانوا يجاهدون عشان أنه يسرقون الحريم ويسرقون النساء، أو أنه يسبون ويأسرون النساء من أجل أنه والله ينامون معاهم وهدفهم الجنس؟ هذا كله من الكلام الفاضي، الكلام اللي هدفه تشويه الإسلام. الموضوع ترى مو بسهل، يعني يحتاج حلقات، لكن راح اختصر قدر المستطاع. اولا، الاسلام لم ياتي بالعبوديه. لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم العبوديه موجوده اصلا، وكان هناك قانون. ركزوا معي، ايش القانون؟ القانون ان اي جيش، لو تخيل ان هذا جيش اعزائي المشاهدين وهذا جيش الان جايين في معركه، كان هناك قانون قبل الاسلام، الجيش اللي ينتصر ياخذ كل الغنائم، ياخذ الخيول وياخذ الفلوس وياخذ ايضا ياخذ ايش؟ العبيد. انا كان العبيد العبودية نظام موجود، كان العبودية نظام موجود، فكانوا الفرسان والملك والحاشية عندهم عبيد يساعدونهم، وايضا عندهم جاريات، ايضا جاريات يعتبرون اللي هي الامات اللي هي الامة. فكان الجيش اللي ينتصر ياخذ من ضمن الغنائم، ياخذ العبيد ايضا وياخذ الفلوس، بالاضافه انه ياخذ الاسرى، الاسرى من المقاتلين. عرفت؟ فكان هذا قانون عالمي. لما اتى الاسلام ما اتى يا بعض اللي تطلقون تهم، لما اتى الاسلام لم ياتي بالعبوديه، كانت العبوديه موجوده، وكانت العبوديه قانون عالمي. عرفتوا اعزائي المشاهدين؟ قانون عالمي. فلما أتى الإسلام أتى بإيش؟ بقانون المعاملة بالمثل. يعني شلون؟ يعني إذا كان جيش مسلم وجيش نقول مثلا فرس أو روم، وجيش الفرس انتصر، إيش راح يسوي جيش الفرس؟ راح ياخذ المسلمين عبيد عنده، وراح ياخذ حتى نساء المسلمين عبيد عنده. هذا نظامهم، نظامهم الظالم. لكن الإسلام لما أتى إيش؟ أتى وحث على عتق العبيد، حث على الإحسان للعبيد، حث أنه يقضي على العبودية تدريجيا تدريجيا، لكن لم يأتي بقانون أنه نقضي على العبودية. ليش؟ لأنه لابد أن يعاقبهم بالمثل، يعاقبهم بالنية الشيطانية اللي كانت عندهم، لأن عندهم نية أنه إيش؟ يستعبدون المسلمين. عموما خلونا أكلمكم عن الحكم الإسلامي. هل فعلا الآن لو افترضنا أن هذا جيش مسلم، ركز معي عزيزي المشاهد، لو افترضنا ان هذا جيش مش مسلم جاي يلتقي مع جيش نقول والله رومي، فارسي، امريكي، بغض النظر، هل هذا الجيش المسلم اذا دخل مثلا نقول فرضا دخل امريكا، هل اذا دخل امريكا يدخل على اي بيت، يشوف اي بنت في الشارع يمسكها؟ لا 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 لا، هذا الكلام كله غلط، هذا الكلام كله كلام للاسف كذب على الإسلام. حتى للأسف الآن في بعض الشباب المسلم يقول أنا بروح أجاهد، بروح بغزي أوروبا. طب ليش تغزي أوروبا؟ أنا بروح أمسك بنات أوروبا وبنام معاهم وبستعبدهم. مين قال لك يا حبيبي؟ مين قال لك؟ لعب السالفة. خلونا نركز على القانون الإسلامي، ركز معي عزيزي المشاهد. لو افترضنا أن هذا جيش مسلم، وافترضنا أن هذا جيش إيش؟ جيش رومي، من الروم، دولة رومية، القانون القانون القتال ايش يقول؟ اي جيش ينتصر له حق انه ياخذ الغنائم من الجيش الثاني، سواء كانت فلوس، سواء كانت عبيد، سواء سواء سواء. المهم، فالجيش المسلم فرضا انتصر، اذا انتصر ايش له حق ياخذ؟ راح ياخذ الفلوس، راح ياخذ الدبابات، راح ياخذ السيارات اللي داخل نطاق الجيش. شوفوا شوفوا هذا القانون داخل نطاق، شوفوا هذا، هذه ساحة المعركة، ركزوا معاي، هذه ساحة المعركة، هذه ساحة المعركة.
فما يحدث داخل ساحة المعركة إذا انتصر المسلمين راح يأخذون العبيد اللي هم جايبينهم، الملوك والفرسان جايبين عبيد وياهم، فالمسلمين راح يأسرون العبيد وراح يأسرون الجاريات وراح يأخذون الفلوس، راح يأخذون الدبابات السيارات، راح يأخذون كل ما يملك الجيش هنا فقط. ركز على كلامي، فقط في ساحة المعركة. طيب برع ساحة المعركة، شوفوا معي الآن هذا الخط، برع ساحة المعركة. القانون الإسلامي واضح، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وصى المسلمين. شوفوا هنا في واحد ماشي، هذا رجل ماشي، لا يجوز شرعا أنك أنت تقاتل المدنيين. أنا أكلمكم الآن بالواقع الحالي، لا يجوز شرعا أي إنسان لا يرفع السيف، لا يرفع السلاح، لا يقاتلك. عندنا في القانون الإسلامي لا يجوز أنك أنت تقتل إنسان مدني. طيب شوفوا معي، هذه أنا مسوي لها تنورة رسمي على قلد على قدي، هذه بنت ماشية في الشارع. ركز معي أنت اللي تقول لي والله الإسلام تمسك البنات وتأسرهم وتروح تنام معاهم وتستعبدهم، هذا كلام فاضي. هذه بنت ماشية في الشارع، لا يجوز شرعا أنك أنت إيش تمسكها وتأسرها وتستعبدها. عرفتوا؟ هذه ساحة المعركة، كل من وجد يقاتل ممكن يؤسر، ممكن إذا كان عبد، ركزوا على كلامي، يعني ممكن يكون أسير الملك، ولد الملك، ممكن يكون جندي. هذا الجنود لا يعاملون أنهم عبيد، في عبيد إذا كان هو عبد فيعامل كعبد ويستملك، وتنتقل ملكية العبد من الجيش الرومي إلى جيش المسلمين. وإذا كانت جارية، ركزوا على كلامي، جارية الجندي اللي يأسرها من المسلمين، خلاص تصبح هذه الجارية ملك هذا الجندي. وها إذا كانت متزوجة، إذا أنت أسرتها هي مع زوجها، لا يجوز أنك أنت تنام معها. وإذا كانت حامل لا يجوز أنك أنت تنام معها. وإذا كانت متزوجة وزوجها مش موجود وانت استعبتها، لابد من استبراء الرحم، لابد ان تقعد 3 شهور تنتظر انها مو بحامل. وهكذا في قوانين كثيرة اعزائي المشاهدين، فلا يأتي واحد يقول والله الاسلام وتعالوا امسك الجيش وامسك هذا اي غرفة واي بيت وادخل واسر اللي تبي، لا. فشوفوا معي هذه الامرأة ماشية في الشارع ولكن بعيد عن ساحة المعركة، لا يجوز انك انت تأسرها. كذلك لا يجوز انك انت تقتل الاطفال، القانون الاسلامي لا يجوز قتل المواليد الرضع، لا تقتل اطفال، لا تقتل النساء، لا تقتل الشيبان والعواجيز الكبار في السن. شوفوا رحمة الاسلام. كذلك شوفوا القوانين، هذه ايش؟ انا حاط صليب هنا، هذه كنيسة، لا يجوز هدم الكنائس، لا يجوز حرق الكنائس. هنا نشوف معاي هذا معبد يهودي، لا يجوز انك انت شو تسوي؟ تهدم هذا المعبد، هذه صومعة، خل العابد في صومعته، هذه بيوت الناس، لا تفزع الناس، لا تحرق البيوت على أهلها، لا تهدم البيوت مثل ما يسوون الآن الأوروبيين والأمريكان يلي قاعد تهاجم الإسلام، يرمي لك قنبلة على أهلنا في طالبان، عرس يرمي قنبلة على مدنيين. روح شوف الآن الروس يرمون قنابل على المدنيين، هذا حرام في الإسلام يلي قاعد يتهمون الإسلام. فشوفوا معي، هذه مدرسة، هذه مركز صحي، هذا مستشفى، هذا مثلا مصالح حكومية، لا يجوز أنك أنت تمس بأي شيء خارج، شوفوا معي، خارج ساحة المعركة. أنت شغلك يا مسلم هنا ساحة المعركة، خارج ساحة المعركة مالك حق أنك أنت تسوي شيء. كذلك نهى الرسول، شوفوا معي رأس النخلة، نهى الرسول عن إيش؟ عن قطع الأشجار، حرق المزارع، لا تسوون فساد، لا تفسدون في الأرض. شوفوا رحمة الإسلام يلي قاعد تتهمون الإسلام. عموما أرجع إلى موضوع سبي النساء، لا يجوز أنك أنت تمسك هذا مثلا نقول بيت، أنا بدخل البيت كمسلم، هاتوا الحريم، يلا هاتوا الحريم، لا يجوز شرعا. لكن أنت شغلك وين؟ هنا ساحة المعركة، من باب الإيش؟ المعاملة بالمثل. هذا الجيش الرومي جاي يبي يستعبد عبيد المسلمين، يبي يسرق فلوس المسلمين، فالمسلمين يعاملونه بالمثل ويعاقبونه، العين بالعين والسن بالسن، فيأسرون العبيد ويأخذون الفلوس ويأخذون غنائم، هذه غنائم الحرب داخل
ساحة المعركة. كذلك لعلمكم عشان أعطيكم معلومة من 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 الأشياء الجميلة اللي في المسلمين، إذا المسلم أخذ أسير، إذا المسلم أخذ مثلا إنسان عبد أو جارية، ممكن يعتقه لوجه الله إذا أسلم، إذا دخل في الإسلام وحسن إسلامه يقول له اذهب فأنت حر. شوفوا هاي الناس مو بأنه والله المسلم رايح والله أنا بروح وهدفي وحط ما كل لي فياجرا وبس جاي وهدف النساء، ايش الكلام الفاضي؟ ما دخل جيش المسلمين مكان الا وزرعوا الرحمه وزرعوا العدل. روحوا شوفوا الكنائس، كنائس النصارى في مصر وفي الاردن وفي العراق ومعابد اليهود في كل مكان موجوده، هي هي ولا حد مسكها. روحوا شوفوا المسلمين كيف نشروا الحضاره. فاخواني الكرام، الاسلام حث على عتق العبيد. كثير من الاحكام الشرعيه كفارتها انك تعتق رقبه، تعتق رقبه، تحث هذا الانسان الاسير او تحث هذا الانسان العبد، انت والله ها اذا صرت مسلم وحسن اسلامك انا ساعتقك لوجه الله تعالى. تعال يا اخي تعال قل لي وين، من قال لك في جهاد نكاح ونكاح الجهاد والكلام الفاضي هذا؟ فعساس ان انا العبوديه اعدلها واصححها لكم. طيب لو كان هذا الجيش ما في عبيد، خلاص ما في عبيد، ما في عبيد، المسلمين لن يأسروا أي عبيد. بعطيكم سؤال وهذا السؤال يدور في خاطر كثير من الشباب. طيب في هذا الزمن لو المسلمين الآن غزوا الروم مثلا، غزوا إيطاليا، غزوا دولة من الدول، هل الآن القانون الدولي يحرم العبودية، هل المسلمين راح يدخلون يمسكون النساء؟ لا، لا يجوز للمسلم في هذا الزمن أن يمسك أي امرأة ويستعبدها، لأن نظام العبودية. ركز على كلامي يلي تقول الإسلام والعبودية الآن، ليش؟ لأن المعاملة بالمثل، مثل ما هو عنده حرام بالقانون أنه يستعبدني، فكذلك أنا كمسلم لا يجوز شرعا أني أنا استعبد زوجته ولا استعبد بنته ولا حتى لو كانت مقاتلة. يعني حتى لو كانت مقاتلة هنا جاية مع الجنود فتعتبر مقاتلة، نعاملها معاملة الأسيرة، لا نعاملها يلا على الغرفة يلا. لا يا حبيبي تعال، وين رايح أنت؟ تروح تأسرها توديها غرفة النوم؟ لا يبا. الآن في هذا الزمن إذا أسر جندي ولا أسر جندية، لأن الآن تعرفين في كثير من 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 من, من الجيوش فيها جنديات الآن، فهذه الجندية تعتبر كأسيرات، تمسكها تعاملها. وهناك فقه كبير للتعامل مع الأسير، يعني هذا موضوع طويل لا أريد أن أطيل، فحبيت أن أصلح لكم إخواني الكرام وأكرر. أي إنسانة ها بنت موجودة هنا هي أصلا جارية، ملك للملك، ملك للجنود، جاية مثلا تخدم، جاية تطبخ الطعام، فخلاص تنتقل، إذا انتصر المسلمين تنتقل الملكية إلى المسلم المنتصر. مثل ما ها مثل ما الرومي اللي هو أصلا عنده قانون ظالم، مثل ما الرومي إذا انتصر على المسلمين شو يسوي؟ يمسك جاريات المسلمين وتنتقل ملكيتهم إلى الروم. وضحت السالفة؟ خارج هذا الإطار مالك حق، مالك حق، لا تدش مدرسة، لا تلعب إنسانة ماشية في الشارع، إنسانة أمينة قاعدة آمنة مطمئنة في بيتها، روح أنا ألقي القبض عليها. لا تشوهون سمعة الإسلام يا كذابين يا دجالين، إحنا نتعامل مع الكفار بالمثل. وبعدين هذا السؤال أيضا ضروري، ليش المسلمين كانوا يجاهدون في سبيل الله؟ من أجل نشر الإسلام، مش من أجل أنه يشفطون الأراضي. كل الروم وكل الفرس وكل الناس بقت الأراضي عندهم، بقت بيوتهم عندهم، ولكن ما غنمه اللي غنموه المسلمين، غنموه من ساحة المعركة وغنموه من الناس أنفسهم اللي قاتلوهم. يعني مثلا قصر الملك، قصر الحكومة اللي هم قاتلوا المسلمين. المسلم لما يروح يجاهد في سبيل الله يستأذن من الحاكم، تعال يا حاكم احنا عندنا دين الحق، ادخل في الإسلام. وفي بعض الناس يقول لك احنا نقول اسلم تسلم، تسلم يعني يقول لك والله تسلم من القتل. لا يا حبيبي، اسلم تسلم من النار يا دجالين، يا دجال، لا تشوفون سمعة الإسلام، اسلم تسلم، تدخل في الإسلام، أنت معانا، انضم لنا، خلك معانا، ويقولون له احتفظ بالملك، خلك أنت الملك، استمر ولكن خلك ملك مسلم.
فإذا رفض هذا نشر الإسلام، لأن احنا رسالتنا أن احنا ننشر الإسلام لأن ديننا دين الحق، فإذا الملك رفض أن المسلمين ينشرون الإسلام نقول له والله اسمح لنا، أنت ما تبي تسمح لنا بالإسلام فما في إلا القتال، ما في إلا الجهاد في سبيل الله، أو أنك أنت تدفع الجزية. موضوع الجزية هذا إن شاء الله راح أتكلم عنه في حلقات قادمة. لا أريد أن أطيل أعزائي المشاهدين، السالفة والكلام واضح، لا جهاد نكاح، لا أم حمار، في هذا الزمن لا يوجد عبودية، لا يوجد والله أنا بروح أمسك لي واحدة وخلاص ويلا هوبا بروح أنا، لا 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 لا، هذا الكلام الإسلام بريء 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 منه، ولكنه من باب المعاملة بالمثل، مثل ما هو جاي بجيش يبي يقتلني ويبي يذبحني ويبي ياخذ كل الغنائم اللي عندي، فأنا عاقبه بالمثل، هذا قانون حربي إخواني الكرام، أتمنى رسالتكم وصلت.